كان يوم الافتتاح في يوم الأحد 21 آب أغسطس ولغاية 20 أيلول سبتمبر من عام 1959، وكانت هذه الدورة من أفضل وأجمل دورات معرض دمشق الدولي، كونها تقام في ظل قيام الوحدة بين مصر وسوريا. وكانت هذه الدورة استثنائية تاريخية بكل معاييرها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية، احتفاء بهذه المناسبة. وصدر بروشورات على هيئة طابع بريدي بهذه المناسبة يوحي باحتضان معرض دمشق الدولي للكرة الأرضية بأكملها، عنوانا على تميزه بكثافة حضور معظم دول العالم لهذه التظاهرة الاقتصادية والزراعية والصناعية الهامة في قلب المشرق. الباب الرئيسي لمعرض دمشق الدولي السادس عام 1959 عند جسر الحرية التكية، باب التكية. من الناحية التنظيمية، فقد نقلت مديرية المعرض الباب الرئيسي من تحت قوس المعرض المشيد على طريق شارع شكري القوتلي إلى ضفة نهر بردة مقابلا للتكية السليمانية، وذلك تخفيفا للزحام المروري بتلك المنطقة الحيوية في العاصمة السورية دمشق. بوابة المعرض، معرض دمشق الدولي السادس في عام 1959، بعد نقل البوابة من تحت قوس المعرض إلى ضفة نهر بردة على جسر الحرية، كان سعر التذكرة للبالغين 50 قرشا سوريا، يعني نصف ليرة سورية فقط، والأطفال يدخلون مجانا بصحبة ودويهم. وكنت أجاهد سنويا في بداية سبعينات القرن العشرين كي أحظى بوظيفة مراقب تذاكر دائم على بوابات المعرض، كي أتمكن من الدخول وأتمكن من إدخال أهلي وأقربائي إلى المعرض مجانا، وكذلك أصدقائي، ولي فيها مآرب أخرى وفهمكم كيف، علاوة على المردود المادي البسيط. وكان تمديد فترات المعرض لمدة شهر ضروريا، ولتتمكن معظم الدول الأوروبية من المشاركة، وفتح الباب على مصراعيه في أيام ذروة التسويق الزراعي والصناعي، ولضمان مشاركات أوروبية أكبر وجذب أكبر من عدد الزوار العرب والأجانب على حد سواء في فترة نهاية الصيف، علاوة على جعل فترات دوام صباحية وفترات دوام مسائية للمعرض. وتم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع صباحا للسيدات فقط. احنا في ايدك حطونك وتعلي سماك ونجومك، ارواحنا في ايدك حطونك وتعلي سماك ونجومك، وبعهد الله ورسوله حنجدد عهدنا طوالي.